طب سوسن، دعينا يعني نتوقف عند فيلم الأبواب المغلقة اللي أخد 10 جوائز. أنت أخدتي فيه؟ هل كنت متوقعة النجاح ده؟ لا ليه؟ لا، ليه؟ علشان انا ما كنتش عارفه ان انا عامله كويس قوي كده. ما كنتش حاسة. لا، ما كنتش اعرف، و كانوا كل ما يقولوا لي انت خدتي جايزه ابقى مستغربه، يعني هو انا عملت كويس كده؟ وانا عملت كويس ما اعرفش ما يعني. تعرفيش. لا، فما كنتش ما كنتش متوقعه فعلا خالص. يعني هل الأبواب المغلقة فتح أمامك الأبواب المغلقة في السينما؟ لا لا، لا، يعني يعني هو ما دور فرقش. متميز جدا ونجح. بس يعني قعدت استنى بعده دور يبقى كويس كده، برضو دور يبقى مميز كده برضو، سواء في السينما او في التلفزيون. فقعدت استنى سنة سنة بعد الأبواب المغلقة. الله، ده احنا قلنا بعد النجاح الفظيع ده مش هتستني ولا ثانية، مش سنة. لا لا، فما كانش بيعرض بنفس الجودة، فاستنى وارفض واستنى وارفض لغاية ما لقيت نفسي بقى لي سنة قاعدة بستنى وبرفض. فنزلت بعد سنة اشتغلت، لأن بس على فكرة برضو هو كنت تتكرر صدفة إن الفنان يلاقي في حياته أكتر من دور بهذا التميز، يمكن بتبقى صدفة ويمكن تتكرر ويمكن ما تتكررش، يمكن صحيح. تحصل ويمكن ما تحصلش خالص. ايش عمره كله يمثل ما يحصلوش دور مميز، صحيح ممكن تبقى مرة وخلاص صحيح. ما تتكررش تاني، فاحتمال دي كانت المرة. لا لا يا سوسن، لا، هيجيلك جوائز اكتر وكتير ولسه. يعني هو الجوائز بتيجي، لا انا قصدي على دور. وادوار يعني والله وادوار. جت برضه، والله بصي انا مش قادره اقول لك اني ما جاتش. لا، جت جت طبعا، ادوار حلوه. انما انت بتقولي لي بعده على طول في السينما، لا بالطريقه دي، لا في طب السينما لا. دعينا نقتحم المسرح وسنه 2003 والشخير عليكي، وخدتي جوائز عن مسرحيه الملك لير وايضا كوكب ميكي، صح؟ اخراج مين كوكب ميكي؟ كانت اخراج الاستاذ ناصر عبد المنعم، والملك لير كانت اخراج الاستاذ احمد عبد الحليم. كنت حاسه انك عامله دور حلو فعلا؟ ما هو انا اللي بيبقى همني ان انا اشتغل قوي، يعني ببقى مركزه حاطه كل ذهني وتفكيري ومجهودي وعقلي، وما بسمحش الحاجه انها تشتت تركيزي عن الشغل اللي انا عايزه اركز فيه. كويس. ما ببقاش عارفه غير لما الناس بتقول، يعني ما ببقاش عارفه ان انا عملته فعلا كويس الا لما الناس بتقول لي في الشارع، الله ده احنا شفنا لك العمل الفلاني وكان حلو قوي، او النقاد يكتبوا الله احنا شفنا المسرحيه وكانت حاجه جميله قوي، او اخد جايزه عن حاجه. لكن في ساعتها وانا شغاله لا، ما ببقاش عارفه ولا ببقى متوقعه. طب ليه بتعتبري دايما المسرح بيتك وان في بينك وبين المسرح غرام؟ لا، المسرح ده حاله تانيه، انت ايه بقى؟ مجربه انا وعارفه. مجربه بس انا كلامي هيبقى مجروح، انا مذيعه هنا دلوقتي، انا هنا مقدمه نفسي البرنامج. نتبادل الكراسي. نفسي انا احب نتبادل. اسمع بقى، اسمعه للمشاهدين. انا لو عليا ممكن ارد عنك، انما ما اقدرش. اتفضلي. انت عارفه الاحساس. لا، المسرح ده حاجه تانية، يعني حاله تانية وعشق تاني وحياه تانية. مهما كنت بحب السينما او بتمتع قدام كاميرا الفيديو، انما المسرح ده بجد حياه تانية، حياه تانية. وانت شايفه الناس كده حاسه بنفسهم دافي جنبك. مثلتي حلو، سمعتي التسقيف في ساعتها بودانك، اخذت يعني ضحكتيهم وقت ما انت عايزه تضحكيهم، بكيتيهم وقت ما انت عايزه تبكيهم، هتحسي ان هم في حضنك. يعني لا لا لا، احساس تاني، احساس تاني خالص. بحب السينما وبحب الفيديو، بس المسرح ده بحس ان انا طايره طايره فيه. 2003 كانت اخر مره وقفت فيها على المسرح، ولا في بعد كده عملتي عمل اخر؟ لا، عملت ثوره الشطرنج وعملت يا غجر. سنه كام يعني بعدها اخر مره كانت امتى؟ من اخر مره، من حوالي اخر 3 سنين، من 3 سنين، من 3 سنين تقريبا، 3 سنين. بعد كده تعذر بقى ان انا اوفق بين المسرح وبين الشغل. المسرح عايز انما بيوحشك. يا خبر، بيوحشك المسرح. انت عارفه انا ساعات كده قبل ما انام اقعد اسمع حاجات من المسرحيات اللي انا بحبها، ادوارك. اقعد افتكر كده حاجات كنت بحبها كده من المسرحيات.